بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم جديد الربح من الانترنت. ان شاء الله فيديو يومي حول العملات الرقمية، غادي نشوفوا فيه جديد سوق العملات الرقمية. اول حاجة نبدأ كما العادة بالماركت كاب 122 مليار دولار، وهي قيمة سوق العملات الرقمية، في حين ان 17 مليار دولار هو قيمة التداول اليومي. البي تي سي دومينانس عفوا 52.2%، بالنسبة للبيتكوين حاليا السعر ديالو 3670 دولار، والماركت كاب 64 مليار دولار. ننتقلوا سريعا للأخبار، لأن أهم حاجة عندنا هو هذا الخبر. هذا هو أن لو لونسمون ديال الباينانس البير ديال الأورو والجي بي بي اللي هو الجنيه الاسترليني فيات اكسشينج اللي سموه باينانس بوان جي او، وقال جي او ريفيرونس ديال جي او سي، يعني انهم باينانس لونساو لابيغ ديال الاورو والجنيه الاسترليني، يعني انك تقدر من الباينانس بوان جي او تشري العملات الرقمية سواء بالاورو او بالجنيه الاسترليني. وهذا خبر جد جد مهم في الباينانس، عنده واحد التداعيات اللي ايجابيه. اول حاجه هو احنا كنعرفوا بان تقريبا كاين مجموعه من الماركت من المنصات اللي كدير هاد القضيه هذا، منهم كراكن، ولكن هاد المنصات غير معروفين بالنسبه يعني ما غير معروفين الاغلبيه ديال الناس ديال التريدر الا الناس اللي كاينين في اوروب. غالبا الباينانس كنعرفوا بان الباينانس هو من اهم منصات التداول، لان غادي تجي تنافس هاد الكراكن وتنافس حتى الكوان بيز، لان كدير نفس الخاصيه. ثاني حاجه هاد الشيء غادي يزيد الفوليوم ديال شراء العملات الرقميه، ويسهل العمليه ديال السحب او التحويل من الكريبتو الاورو والجنيه الاسترليني. دونك هادشي في صالح ديال صالح ديال الكريبتو كورونسي اون جينيرال، في صالح العملات الرقميه، وفي صالح حتى الحجم ديال التداول اللي ربما انه غادي يزيد بهذه القضيه هذه، ان سهوله التحويل بين الاورو وبين البيتكوين وبين الجنيه الاسترليني وبين المجموعه ديال العملات الرقميه غادي يسهل الامور، وغادي يخلي الفوليوم يكبر ويكبر بزاف. كيف ما شفتوا Binance is excited to announce that Binance Oro and GBP fiat exchange Binance.io is now online with trading in BTC GP. المهم هذوما لي بير اللي كاينين، كاين BTC GP، كاين ETH GP، كاين البيتكوين اورو، كاين ETH اورو تريدين بير ناو اوبن. غالبا من بعد غيزيدو الاكس ار بي، وغيقدروا يزيدو البيتكوين كاش، يقدروا يزيدو ترون اتسيتيرا. المهم دابا قال لك ديبوزيت اند ويدراول ار ناو اولسو افيليبل، يعني ان يمكن انك تسحب وانك دير ديبوزيت. وبالنسبه لل 5000 يوزر الاولين اللي غادي يتسجلوا في الموقع وغادي يديروا الفيريفيكاسيون ديال الكواي سي، يعني كا ايكغيك سي، غيديروا هاد الفيريفيكاسيون، غادي يكون عندهم 20 اورو، يعني 20 اورو كجائزة، ولا كنقولوا مثلا ان كادو ديال الانسكريبسيون. يعني اللي بغى المزيد من المعلومات يقدر يدخل للرابط هنا ويلقى مزيد المعلومات حول الباينانس بوان جي او، وحول هذه القضية هذه اللي مهمة ومهمة بزاف. كيف ما غادي نشوفوا في تويتر، حتى تويتر لونصاو الخبر، اكدوا في تويتر كاين مجموعة من التعاليق. صراحة قريت معظم ديال التعاليق انها جات ايجابية، وكتشجع ان الباينانس تقوم بهذه العملية وتزيد مجموعة من العملات الاخرى، مثلا اورو، ترون، اورو، بيتكوين كاش، اتسيتيرا. تخي بيان. بالنسبة لهاد اليكسا اللي ما كيعرفوش، اليكسا بوان كوم هو واحد الموقع اللي كيعطينا الرتبه ديال المواقع، ديال المواقع الرتبه ديالهم تقريبا وشحال في العالم. مثلا بالنسبه لجوجل، وبالنسبه ليوتيوب، وبالنسبه لفيسبوك، وبالنسبه لتويتر، هما من المراتب الاولى في العالم. انا تيستيت كوان ماركت كاب باش نشوف مدى
شنو هو الاهتمام ديال العالم بهذا الموقع هذا. لقيت بان الماركت كاب كيحصل الرتبه 366 بالنسبه في الولايات المتحده و425 في العالم. كان واحد الانخفاض ديال 74 في 74 على بالنسبه للثلاثه الاشهر المنصرمه، ولكن هذا يبين ان الماركت كاب ولا الكريبتو كورنسي غادا في المسار الصحيح، لانها تحتل المراتب المتقدمه في الولايات المتحده الامريكيه ومراتب متقدمه بالنسبه في العالم. يعني كاين واحد الاهتمام كبير ف بلا كريبتو كورنسي، يعني احنا غاديين في الطريق، ولا هاد العملات الرقميه غادا في الطريق الصحيح. درت حتى نفس الطريقه درتها بالباينانس، لقيت ان الباينانس كيحصل 965 في الولايات المتحده الامريكيه والمرتبه 1000 تقريبا في العالم. كاين واحد تراجع نسبي ديال 198 درجه في ثلاثه اشهر المنصرمه. هذا يبين لكم مدى اهتمام العالم بالباينانس والكريبتو كيرونسي اون جينيرال والكوين ماركت كاب. تقريبا خبر اخر كاين ديال النيو، العشاق ديال النيو، ان بلاك كات بلاتفورم هاز انونسد ذات ذا كريبتو اور بلوك تشين جيم مهمه، ان واحد البلوك تشين جيم انها تحولت من الايثيريوم ولات غتخدم في النيو. تقريبا هذا هو المغزى ديال الميساج ديال التويت. المزيد من المعلومات كاين عندهم تويت، دخلوا نيو نيوز غتلقاو هذا التويت هذا. وهذا عنده واحد لامباكت، يعني ان كانوا كيخدموا بالايثيريوم وهاد لا سوسيتي اللي كدير الجيمين تحولات وكتخدم حاليا غتخدم بالنيو. هذا عنده واحد لامباكت كبير على عند واحد لامباكت كبير على الثمن. بان لنا ان الثمن ديال نيو ارتفع كما ترون، ارتفع من هنا، ان الخبر جديد انه ارتفع لنا حتى لهنايا، ودابا دار عملية تصحيحية، ربما انه غادي يطلع، ربما انه النيو غادي يطلع. هذه تقريبا ماشي نصيحة للاستثمار، التحليل ديالي ان ربما ان النيو يقدر يطلع واحد شوية نظرا لان الاخبار كتطلع شوية تمام. تري بيان، هذا من جهة. واخر خبر اللي غادي نشوفوه هو ان كيف ان روسيا صراحة انها كتروج لاخبار جد جد ايجابية بالنسبة للعملات الرقمية. واش هذا يؤكد ربما ان روسيا تعتزم الاستثمار في هذا المجال، واذا استثمرت روسيا في المجال ديال العملات الرقمية فان الامر غادي يكون واحد نقطة انطلاقة كبيرة جدا للعملات الرقمية. تري بيان، يعني كل شيء، يعني نتمنى ان روسيا تدخل لا كريبتو كيرونسي باش تبعها مجموعة ديال الدول الاخرين، وبالتالي تكون انطلاقة الحقيقية ديال القطار ديال البيتكوين والقطار ديال العملات الرقمية. نتمنى انكم كلكم تخليو ان كومونتير كيف ما كان لو كومونتير ديالكم، تخليوه ديروا لايك الى عجبكم الفيديو، تخليو ان كومونتير على حساب كل شيء اللي هضرنا عليه، على حساب الباينانس، على حساب الاخبار، على حساب البيتكوين. اللي عندكم شي مشكل ولا اي تساؤل طرحوه في الكومونتير او في الجروب تيليجرام. ما تنساوش تدعموا القناه بالاشتراك، القناه محتاجه للدعم ديالكم. تبارك الله عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.